مرحبا تعاونية مرحبا معكم تعاونية الإكليل لتقطير الأعشاب الطبية والعطرية. التعاونية عموما كتشتغل على الخيرات اللي كتسخر بها مدينة صفرو بحكم أنها بوابة الأطلس. الشيء الجميل واللي حنا تنفتخروا به هي هاد الوردة الحمراء. هذه الوردة الحمراء أنا شخصيا كممثلة تعاونية أعشقها. علاش؟ نظرا للخصائص الطبية ديالها، هي كتنتمي لفصيلات الخشخاشيات، وهاد الخشخاشيات ما يعرف عليهم أنهم نباتات منشطة. الإنسان منيتي يستعملها عندها فوائد جد عجيبة. إذا في حين ما معروفاش عند الناس، كانوا تيشوفوها انها نبته كتعيش على الزرع ولا على الفول، وبالتالي مضره كتزاحم الى اخره. تعاونيه الاكليل جات متمنه لهذا المنتوج نظرا للدراسات اللي تقامت عليها. هي النبته جميله جدا، مطهره ومعقمه للبشره، باعتبار الى دخلناها في مسائل ديال التجميل، ايضا تتريح لنا العين، وايضا مهدئه ومخفضه للحراره. حنا تنعتبروا عليها على حسب الدراسات اللي تقامت عليها، حنا تنعتبروها كعلاج اولي تكون في البيت. يعني انا تنتمنى للسيدات